من هذه المباراه انني كنشكر الجامعه الملكيه المغربيه بالعاب القوى. الحمد لله انا اليوم قدرت نسيطر على السباق من الكيلومتر الاول، والحمد لله هذا حفزني بانني نثق في راسي وفزت بالمرتبه الاولى اليوم في الماراثون الدار البيضاء. كيفاش كان الباركور؟ الباركور كان صعب بعض الشيء الحمد لله، ولكن رغم الصعوبه انني قدرت نسيطر على السباق والحمد لله فزت بالمرتبه الاولى. 10 كيلومتر سيدات وتمكنت من المرتبه الثالثه، وكانت كان سباق في المستوى وكانوا عداءات على الصعيد الوطني، وهذا التتويج كنهديه العائله ديالي اللي كتساندني، وكنهديه المدربات ديالي ناديه النجاني وناديه الطاهري والطاقم التقني ديال جيش الملك. ديال الدار البيضاء طبعا ديال 15 كيف كنظن بانكم راكم عشتوها معنا، ويعني الحمد لله فهي دازت تحت واحد الامطار بخير وكانت علينا بالخير، مادام انه الحمد لله من ناحيه ديال المشاركه ما كانت المشاركه مكثفه وراكم لاحظتوا داك الشيء عن كثب، وكذلك يعني حتى فيما يخص النتائج التقنيه فهي كانت في الموعد، خصوصا فيما يخص النساء واللي جعل النتيجه متميزه فهي اولا جات من بعد السنه الهير اللي دازت باش عاوتاني كنا حسنا يعني حسنا النتيجه ولا بيرفورمانس، واللي تيكلش الصدر اكثر هو ان الماراثون هذا العام ديال الفائز به فهو مغربي، والحمد لله يعني هذه تنعتزوا بها، وبالنسبه لنا الجماعة هذه السنه فغادي تكون ان شاء الله البدايه ديالو واحد المسار جديد ديال يعني الماراثون الدولي ديال الدار البيضاء ان شاء الله فيما يخص التنظيم فيما يخص المسارات. أرخليكم ثم تحكموا، اللي يمكن لي نقول هو انه سما الحمد لله الارقام ديال المشاركه كانت يعني اكثر من داك الشيء اللي كنا تنطمعوا فيه، والتعبئه اللي كانت ديال السلطات العموميه والامنيه والمنتخبه فالحمد لله سهلت علينا الاموريه، وحنا بالنسبه لنا فالماراثون الدولي ديال مدينه الدار البيضاء عنده واحد البلاصه خاصة عند البيضاويين، خصوصا انه الحمد لله تيمر تحت الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله، واليوم واكدوها لي بعض المتسابقين فالبيضاويين تفاعلوا ايجابيا مع الماراثون وخصوصا مع المتسابقين ديال الماراثون ديال مدينة الدار البيضاء.